فين الدراري؟ لا بأس عليكم، أنا في واحد البلاد أكبر مدينة فيها دار البيضاء كازابلانكا. يعني أنا وين؟ أنا في المغرب ماروكو. لمتابعين المغرب احكوا لي كيف كانت لهجتي، مقبولة منيحة سيئة؟ هيك تقول لي تحت. أنا لولا محمد كان ما عرفت أحكي هالكلام. لا بأس عليك محمد. لا بأس بك. صفا تمام الحمد لله. فين الدراري؟ كل شيء مزيان؟ كل شيء منيح يعني؟ كل شيء مزيان؟ دائما شنطتي اخر شنطه بتكون مش عارف ليش كانه خلص محمود متوتر يا حبيبي. لا واضح واضح شوف يا جماعه بنتعلم مغربي من اول كم دقيقه هون من محمد هون يلا غادي تتعلم اللغه العربيه بحكي لي انا جيت من مدينه بني ملال بحكي لي جيت 5 ساعات بالكار فانا قلت له اوكي بالسياره يعني ولا بالباص كار اسمها كار طيب والكار اسمها طوموبيل طوموبيل اوكي تمام على فكره رح نتعلم كثير شغلات من الشباب هون احنا بنقول ساك ساك هاي ساك اه مثل النرويجي ساكادو وذاك الساك ساكادو الصغير ساكادو ساكادو الكبير الساك ساك سافر تروح جاي وتولي الله اول يوم لي في المغرب واول فكره حبيت اعملها اني اجي هون احاول استكشف المكان اشوف الناس شو بتعمل شكرا المغرب على هالاستقبالية الحلوه ثانك يو عناكي بوصف جو كيف اول يوم بالمغرب؟ حلو المغرب شو المغرب؟ كي داير؟ كيف حالك؟ لا بأس بخير كي داير؟ لا بأس كل شيء كل شيء بخير كل شيء بخير كل شيء زوين انت ساك ساك وين راح اروح هلا؟ نفطر نفطر اوكي فطور مغربي كازابلانكا قليل باش نلقاو يعني شي فطور مغربي قليل باش نلاقي فطور مغربي كاين محلات ولكن ما كيصاوبوش مغربي مغربي كاين المحلات هذا هو هذا اللي حكيها شكرا التحدي هون اللي بسوق في كازابلانكا هاي اول تجربه لنا الله يستر راح نعطي مامو يسوق بنشوف طلع ما حدش راضي يسوق معنا اهل البلد ليش يا شباب مش حابين تسوق الطريق زحمه بزاف زحمه بزاف والله احنا حناكل هوا بزاف شكلنا الشوارع هون البقاء للاقوى انا الاقوى انت الاقوى ليتس دو ات احنا الاقوى هون افرد عضلاتك بهالسياره هاي دير بالك مع السياره بقاء للاقوى الشباب عم بيشرحوا له وين يروح فبقول له هون هون السينيا 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 الرجل فبقول له ايش السينيا اوه قدر بالك السينيا يعني اذا لازم تعطي يمين وشمال روح نيشن 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 يعني الى الامام بالمغربي فجيبوا له وين نيشن هاي طيب وين اي اتجاه طبعا هاي احتفالية بعد ما نمروا من غير ما نعمل حادث لانه اكثر من مره كنا رح نعمل حادث حاليا احنا في شارع وشاطئ عين دياب هذا المكان طبعا كثير مهم اي احتفالات بتصير هون المنتخب لما يفوز تربح المغرب تربح المغرب شلون نديروا اليوم انت شلون نديروا اليوم ولا ما عارف انه عرفت شو بدنا نعمل اليوم ولا لا كيف يس عم بهزر مش كاين شي بلان يعني شو البلان تبعنا اليوم هلا والله هلا انا والشباب هون لحتى نفطر تعال شباب عم نطبخ طبخه في بنت اسمها احسان هي يوتيوبر وسوشيال ميديا انفلونسر هون بالمغرب اليوم رح التقي فيها لاول مره فحبينا نعمل فيها مقلب والمقلب رح يكون يا شباب شو رح يكون هو انه حيعمل يعني شايف حالك شايف حالي لدرجه هي اول مره رح تلتقي المغرب يقول حاسس براسي حاسس براسي كثير لا يا رح اقولها المغرب شو مش عاجبيني سوري يا جماعه انا ما بقصد هالكلام ابدا بس لازم عشان فقط تمثيل اوكي انه ما عاجبني شو هالوضع والاكل ما هذا اكلكم انتوا بتاكلوا هيك كل يوم معقول؟ اهلا كيف حالك؟ من هيك وانا كان عيطت لهم سبيلهم حاله ومبحاوا بعدين كنت فاهم شو كيقولوا لا تتعلموا شو بفهم بتحبوا الشاي المغربي انتوا؟ انا ما كنشربوش ولكن عجبك انت؟ ما بعرف ليش مشهور صراحه مو طيب في النعناع ولا لا؟ جبتي بلا نعناع؟ ما عادش دير في النعناع ولا مدرش وي طول حياتكم انتوا بالمغرب ساكنين؟ يس عجبتكم المغرب؟ يعني صريحة أنا ما بعرف الناس غريبين فيها كيف يعني؟ الشارع يعني سيارات تفوت ببعض هو فكر أنه يروح بحاله مثلا بكرة أو بعد بكرة قال لي رح أروح زيارة شنو غريب شنو هتاخذ من صورة؟ أنا فطرت وين ما أنا أدرت لكم هذا جوج
قولوا قولوا. هو يفكر ما عايش هو مش مرتاح. هو متعود عايش في فرنسا واسبانيا. احسبه كانها ثقافة جديدة يمكن ما اكتشفتيهاش يعني كلها. لازم تتكلم ثقافة جديدة؟ تخيل انه كل اوروبيين لما بيجوا المغرب بانه كتعجبهم انه في ذاك الروح ديال التعاون هلا انا سمعت ان المغرب كان كثير منيح بس لما جيت تفاجأت صراحه لانه فقط يوم واحد اقل من يوم حتى الاكل مو طيب مره جربناه نروح على الطاوله الثانيه ما تسيب تسال عليك سوري شوف الرياكشن تبعي شباب بس ليش قالوا انه استمروا ايجابيين معي يمكن لسه شو ماله هذا ليش عم شعب حسيتوا انه في شيء احسن لا ايش غير هاي العصابه هون معي هاي اللي بيساعدوني هذول يعني برانك خفيف صغير هيك مقلب نمبر 2 كمان واحد سوشيال ميديا انفلونسر هون راح نعمل فيها نفس الحركه شايفين حالنا هالمره بالمره انفك فوق طيب يا جماعة خلينا نجرب نعمل نفس الحركة فيك الشوع ما فكرتش لا عيساوي تشرفي هذا جو تشرفي روعة مرحبا بكم مرحبا بكم أهلا وسهلا احنا نغير مكان شو ما عجبكش بالضبط؟ شيء ما بعرف هم بيحكوا طيب المفروض يعني شوف الاكل المغربي الصحيح ما كيكونش في ريستوران هاي فهمتي يكون غف شعبي اللي بغيتي اتاي ديال بصح اتاي حقيقي اتاي حقيقي اه بس ما متعود انا ما عجبني مثلا شيء اطيب شيء اطيب يوجد في الاماكن الشعبيه طيب جربني لك ما عجبني احنا مسافرين شو ما يذكرش الناس غريب كان هيك الوضع انا كنت توقعات كبير عاليه كمان مبتسمة كمان مبتسمة كيف سوري احنا عم نحاول نعمل فيك مقلب اللي عملناه فيه يوم عم بقولها مش عاجبتني المغرب مش عاجبني الاكل مش عارف شو مستمرة لا عارف سوري كمان الاشي الحلو انه كمان ما باخذوا فكرة سيئة عنا يعني حتى الفكرة ما عم باخذوا عنا المغرب هاي لسه بيحكوا لي كمان في مناطق الدار البيضاء تعتبر مش كثير في شغلات يعني بس هلا لما نروح على المدن الثانية الشمال كثير متحمس ورانا هجوم هلا محمد احنا نسبقك ولا نستناك طيب نستناك نستناك ضبط لك الشعر ضبط صباح شوي هو بده يعطيني عن جد شوي جين خلاص اوه صباح الخير صباحك مش مبروك بالمغرب بيقولوا صباحك مبروك ثاني يوم بكازابلانكا احنا هلا بأوتيل موفمبي كازابلانكا حابين نشكرهم كثير على استضافتهم لنا بوكسين ماش داخل يلا بوكسين ماش جاهز قوم شوف اهم شيء يلا شوف شاف حركة بس الزل بيهتز ماكلة زوينة ولا مش ماكلة زوينة؟ زوينة اوكي جو بدك عصير ليمون؟ ليمون عصير قوي بس ليش لونه اخضر برتقالي؟ الليمون هو البرتقال طبعا هاي رقصة قبل السفر احنا مسافرين الى الشمال فيلا جاهزين ايه الحلوة الحلوة ايه الحلوة الحلوة تيك 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 حاليا احنا بطريقنا لفاس فلازم نمر ببوابة زي هيك ورح ندفع تقريبا 2 دولار ونص دخولية للطريق السريع كل محطة رح نوقف فيها رح نغني اغنيتنا ايه الحلوة الحلوة ايه الحلوة الجوعان يرفع ايده اربع زكريا بعد اليوم راح يحكي لنا شوي عن مدينه فاس من اقدم المدن في المدينه في المغرب في المملكه المغربيه وفيها اقدم جامعه فيها اقدم جامعه القرويين غنزورها ان شاء الله بنزورها غدا ان شاء الله نروح ان شاء الله كافي كلوك مقهى ارتيزانا مقهى معروف مقهى معروف في مدينه فاس مقهى تقليدي جدا جدا سكه سكه زكريا هلا وصلنا على اقدم مدينه في المغرب فاس Thank you.
نسأل الشباب شو هي أشهر أكلة في المغرب؟ رفيسة. رفيسة هي عبارة عن؟ عبارة عن حمام وتوابل وخبز مضروب. يا مغربي مغربي هو مغربي. شوف رد فعلي وانا اكل الطاجن لاول مره. تاكل بالخبز مع انه منظره ممكن يوحي لك انه لازم تاكل بالمعلقه. مش طبيعي. شبكيه هذا طبعا شيء حلو. والرقصه المشهوره بكل محطاتنا. فاس والكل في فاس. الله. اول فيديو في المغرب بتمنى تكونوا استمتعتوا فيه مان فاملي. ان شاء الله الفيديوهات الجايه تكون احلى واحلى. لا تمرقوا يوم من غير ابتسامه. دعكم كلكم مان فاملي. لاف يو اول مان فاملي. ان شاء الله بشوفكم بالفيديو والفلوج اللي بعده. دير بالكم حالكم. سلام.